إذا المشاهدين كنا مع كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث رمى حجاج بيت الله الحرام فجر اليوم في أول أيام عيد الأضحى المبارك جمرة العقبة الكبرى بعد مبيتهم في مزدلفة. وبعد أن يفرغ الحجاج من رمي جمرة العقبة يشرع لهم في هذا اليوم أعمال النحر، حيث يبدأون بنحر هديهم ثم بحلق رؤوسهم ثم الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة. تم تخصيص أكثر من 1700 حافلة لنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة، في حين أفاد وزير الصحة السعودي توفيق الربيع أن الوضع الصحي للحجاج مطمئن جدا، كما لم يتم الإعلان عن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن بين الحجاج البالغ عددهم 60,000. لدينا ممارسين صحيين متواجدين مع الحجاج يتابعونهم، ينبهون على تطبيق الاحترازات ويتابعون حالة الصحية، بإضافة لقائمين على الحملات تم تدريبهم وتعريفهم أو توعيتهم على التعامل مع الاحترازات وضمان تطبيقها بشكل فعال. لدينا 13 مستشفى، لدينا 180 سيارة إسعاف ومستشفى متنقل، لدينا 6 مراكز صحية، هناك خدمات مقدمة في جميع هذه المراكز تستقبل أي حالة تستدعي تدخل طبي. الحمد لله لا يوجد ضغط، الحالة الطبية مطمئنة والوضع الصحي جدا متميز. عبر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في تغريدة له على تويتر، عبر عن ترحيبه بالتدابير الوقائية والإجراءات الصحية التي اتخذتها السعودية في حج هذا العام للحد من انتشار فيروس كورونا. قال أدهانوم في تغريدته: بينما يجتمع المؤمنون لأداء فريضة الحج هذا العام، نرحب بتخطيط الصحة العامة والخطوات التي اتخذتها السعودية لضمان سلامة الحجاج ومجتمعاتهم خلال جائحة كورونا. في الوقت الذي يطالب فيه الجيش الإسرائيلي بزيادات كبيرة في الميزانية لبناء قدرة عسكرية لضرب المنشآت النووية الإيرانية، رأوا خبراء أمنيون إسرائيليون أن إسرائيل عجلت التحضير لضربة عسكرية كخيار أخير لمنع إيران من الانطلاق السريع إلى امتلاك القنبلة النووية. يتعاظم القلق في إسرائيل من تقدير مصادر أمنية واستخباراتية بأن إيران غير متعجلة للعودة للاتفاق النووي لاستغلال الوقت في تخصيب مرتفع النسبة لليورانيوم كي تتحول لدولة على أعتاب القنبلة النووية حين عودتها، أي تصبح قادرة على تصنيع القنبلة في مدة قصيرة جداً.
شؤفت ليوت مدينة. تطمح إيران لأن تصبح دولة على عتبة النووي بدون الانطلاق الفعلي لإنتاج القنبلة حاليا، أي أن تفصلها مدة قصيرة جدا للتصنيع، ما يمكنها من التهديد كدولة نووية بدون أن تتعرض لعقوبات. الحديث الإسرائيلي المتكرر عن التحضير لضربة عسكرية يبدو مرتبطا بالاشتباك التفاوضي بين واشنطن وطهران، واتهام نتنياهو لحكومة بنت لبيد بأنها شطبت الخيار العسكري عندما التزمت بعدم مفاجأة الأمريكيين فيما يتعلق بمواجهة المشروع النووي الإيراني، رغم أن نتنياهو كان يضغط على ترامب ليكون الهجوم أمريكياً. إسرائيل تتحضر لأن الاتفاق بين الأمريكيين والإيرانيين لن يغير الوضع، لهذا يجب أن تكون إسرائيل مستعدة من خلال بناء قدرة لوقف إيران في اللحظة التي تقرر فيها الانطلاق لإنتاج القنبلة. في عام 2010 وأيضا 2012 أوشكت إسرائيل أن تشن هجوما على المنشآت النووية الإيرانية، ما كان سيعيد المشروع النووي 5 سنوات إلى الوراء، لكن المعطيات اليوم اختلفت كليا وفق خبراء عسكريين، فمشروع إيران النووي ينتشر على مساحات جغرافية هائلة وبعمق كبير تحت الأرض، وقدرة إسرائيل العسكرية من حيث الأدوات محدودة وتحتاج مساعدة أمريكية بالتسليح والتنفيذ. تلويح إسرائيل بضربة للمنشآت النووية الإيرانية لا يبدو واقعيا حاليا، ويهدف أساسا إلى تحسين شروط العودة الأمريكية للاتفاق النووي وتخفيف الأضرار بنظر إسرائيل، وتبقى الأولوية لحرب الظلال السرية من حيث التفجيرات الغامضة والهجمات السبرانية الإسرائيلية كما الأمريكية. زياد حلبي، العربية، القدس الغربية. شهدت مناطق في الأحواز خلال الساعات الأخيرة مواجهات عنيفة وخطيرة بين الأمن الإيراني ومحتجين على شح المياه، وسط مخاوف من أن يعمد النظام إلى عسكرة الانتفاضة السلمية تمهيدا لتمرير قمعها، وذلك على غرار ما جرى في احتجاجات عام 2005. في سلسلة تغريدات على حسابها في موقع تويتر، قالت الصحفية الأمريكية من أصول إيرانية مسيح علي نجاد إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اتصل بها، وأكد أن الولايات المتحدة ستلاحق من حاول اختطاف مواطنة على الأراضي الأمريكية، وأنها شكرت بلينكين على وعوده وذكرته أن الموضوع لا يتعلق بها فقط لأن إيران تهديد للجميع، ودعته إلى التعاون مع الدول الأوروبية من أجل اتخاذ إجراءات جادة ضد النظام الذي يقوم باحتجاز الرهائن والخطف والقتل. أضافت علي نجاد أن طهران خائفة من صوت الشعب الإيراني، خاصة عائلات القتلى، مسلطة الضوء على معاناة وفقر العرب الإيرانيين في خوزستان رغم أنها أغنى محافظة في إيران. كذلك طلبت الصحفية من وزير الخارجية الأمريكي الوقوف بوجه النظام الإيراني الذي وصفته بالعقبة الوحيدة أمام السلام. ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اجتماعا أمنيا طارئا ضم القيادات العسكرية والأمنية والاستخباراتية على خلفية تفجير مدينة الصدر. الكاظمي أشار إلى أنه ستتم محاسبة أي قائد أو ضابط يثبت تقصيره عن أداء واجبه والتحقق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة، كما شدد على أهمية استنفار العمل الاستخباري بكل طاقاته وبضربات استباقية دقيقة من أجل أن لا يبقى للإرهاب ملاذ أو حاضنة في أي مكان. الكاظمي وجه بإعادة توزيع مسك القواطع للقوات الأمنية في العاصمة بغداد بالشكل الذي يرفع من جاهزيتها وقدرتها على التصدي للمخططات الإجرامية، ووجه أيضا بتقديم المساعدات العاجلة بكل أشكالها لأهالي الضحايا.
وفي تعليقه على حادث التفجير في مدينة الصدر تعهد الرئيس العراقي برهم صالح باجتثاث الإرهاب من جذوره مؤكدا أن إرادة العراقيين عصية على إجرام الإرهابيين، بينما طالب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بضرورة إجراء تغييرات لبعض القيادات الأمنية وضرورة محاسبة المسؤولين عن التفجير الإرهابي. من جهتها دانت السفارة البريطانية في العراق الهجوم الإرهابي في مدينة الصدر والذي وصفته بالأهواج. العصر انفجار صار، انفجار عزام ناس في مرض بين نص هنا نص على القمرية ونص بالقاع بنجلاديشية فجرت روحها، مو عراقية بنجلاديشية فجرت روحها. أهلا بكم من جديد. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء لقائه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض أن واشنطن ستواصل تعزيز التعاون مع الأردن، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستكون حاضرة دائما من أجل الأردن. أريد أن أشكر جلالتك لكونك حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة، لقد كنت دائما بجانبنا وسنكون حاضرين دائما من أجل الأردن. لقد تحدثنا مطولا في الغرفة الدبلوماسية كيف أن أولادنا أنهوا عامهم الدراسي عبر الفيديو وكيفية التعامل مع أزمة فيروس كورونا، ونأمل أن نستطيع مد العون أكثر للأردن. وأود أن أشكركم لدوركم الحيوي في الشرق الأوسط، فجلالتكم تعيش في جوار صعب. غرق السفينة ديا في سواحل محافظة عدن تسبب بتلوث بيئي في سواحل الحسوة وكود النمر والخيسة في البريق غرب المدينة، وتنذر بكارثة إن لم يتم تحييد السفن المماثلة الراسية على مدخل موانئ عدن الأربعة منذ 7 سنوات. وزارة النقل اليمنية والسلطة المحلية تتخذ إجراءات لتطبيق الكارثة وتقييم الضرر. فندبيس. بعد سنوات من التوقف والإهمال، أطلقت السفينة ديا جرس إنذار لحدوث كارثة بيئية، لا سيما وإنها واحدة من بين عدد من السفن المتوقفة منذ سنوات، بعضها متهالك تعود ملكيتها لرجل الأعمال اليمني أحمد العيسي. عندنا في ميناء عدن حوالي 12 باخرة متوقفة منذ تقريبا نهاية 2014. هذه البواخر كانت أساساً تستخدم بشكل رسمي لنقل المشتقات النفطية بين الموانئ اليمنية والجزر اليمنية، لنقل المشتقات النفطية لهذه الموانئ، وعملت لسنوات على هذا المنوال إلى أن أتت الحرب وتوقفت لسنوات طويلة. في الأساس عندما كانت هذه البواخر تعمل كانت هناك مشاكل فنية فيها. مساحة كبيرة أحدثها التسرب النفطي من السفينة ديا امتد من محمية الحسوة القريبة من ميناء المنطقة الحرة إلى منطقة كود النمر أقصى غرب محافظة عدن، ما يهدد بتعطيل الملاحة، الأمر الذي دفع السلطات المحلية اتخاذ إجراءات عاجلة لتطويق الكارثة وتقييم الضرر. هذه الظاهرة التي تعد ظاهرة سيئة مما أثرت على البيئة، وهذا شيء مؤسف يعني صراحة أثر على البيئة، والآن الإدارة المحلية والمجلس المحلي في مديرية البريقة قام بتشكيل لجنة، وهذه اللجنة سوف ترفع تقرير إلى محافظة عدن لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الكارثة البيئية. يعد هذا المكان الذي غرقت فيه السفينة ديا المدخل الرئيسي لأربعة موانئ لعدن، هي السياح والمعلى والبريقة والمنطقة الحرة، حيث يدخل إلى اليمن عبر هذه الموانئ نسبة كبيرة من احتياجاته الغذائية والسلعية، وحدوث تلوث بهذا الحجم ربما يعطل عمل الموانئ. ونعاني من الزيت اللي غارقة حق البواخر هذه اللي راسية على ساحلنا، وسببت لنا تلوث في ساحلنا والبحر كله ملوث، ونطالب الجهات المعنية والمختصة أن تلفت على الساحل ونطالب بتعويض ساحلنا. كارثة بيئية في سواحل عدن تنذر بأخرى ما لم يتم تحييد عشرات السفن الراسية هنا منذ سنوات عديدة. ردفان الدبيس، العربية، عدن. قال وزير الصحة التونسي فوزي مهدي إن بلاده تمر حاليا بذروة الموجة الرابعة الوبائية، وإن الوضع قد يتحسن انطلاقا من منتصف أغسطس المقبل، كاشفا أن السلطات الصحية تتكفل حاليا بعلاج نحو 5000 مصاب بكورونا، فيما أشار إلى عدم تسجيل البلاد أي وفيات جراء نقص الأكسجين في المستشفيات نهاية الأسبوع الماضي.
بعد الضغط الذي تعانيه المستشفيات التونسية بسبب ارتفاع منحنى الإصابات اليومية بفيروس كورونا وإطلاق صيحات الفزع جراء بلوغ معظم أقسام معالجة الكوفيد طاقاتها الاستيعابية القصوى، يأتي نقص مادة الأكسجين ليعمق مشاكل القطاع الصحي في البلاد. الأطباء والمواطنون يشتكون ويتهمون السلطات التونسية بالتقصير. برشا نقص في الأكسجين في السبيطارات الكل، من الجنوب للشمال للوسط للكل. اشتردون فماش، وين بالله تقول الأكسجين؟ كان يعرفوا يوظفوا الفلوس، تونس يعبوه بالأكسجين، بلادنا صغيرة برشا. منظمات المجتمع المدني بدورها دخلت على الخط للمساعدة في التقليل من حدة الأزمة على غرار مبادرة كوفيدار التي أطلقها عدد من الأطباء والصيادلة للتكفل بالمصابين وتوفير الأكسجين لهم في منازلهم. شفنا اللي فما نقص نتاع مكثفات الأكسجين والآلات الأكسجين، وهذا اللي خلى المجتمع المدني كي لاحظته كل المدة الأخيرة تحرك المجتمع المدني في تونس وحتى في الخارج وركز على الليدان وعلى التبرعات بالآلات الأكسجين. ورغم إقرارها بالنقص الحاصل في توفير الأكسجين والتأخر في توفيره، سعت السلطات التونسية إلى جلب هذه المادة من الخارج وتوزيعها بمساعدة الجيش على المناطق الموبوءة. قادم إن شاء الله أفضل، إن شاء الله في الأسابيع المقبلة نكون انتصرنا على الجيح هذه. صحيح تم خسائر بشرية نترحم عليهم، أما نحب نقول لك إحنا من الهزمة ما خسرناش المعركة، خسرنا بعض الحروب، كنا نجم ننتصر في بعض الأوقات وقت انخفاض انتشار الوباء، إلا أن للأسف ما تعرفناش كيش نحافظ على الانتصارات هذه. وتسعى تونس أمام هذه الوضعية لترشيد استهلاك الأكسجين مع إمكانية انفراج الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد آخر شهر أغسطس القادم وفق وزارة الصحة. المستشفيات التونسية في حالة استنفار جراء الضغط الكبير الذي يتعرض له القطاع الصحي بسبب الارتفاع المهول لعدد الإصابات بفيروس كورونا ونقص الأكسجين والإمدادات الطبية، نقص تحاول السلطات ومنظمات المجتمع المدني تفاديه رغم ضعف الإمكانات وقلة الموارد. وليد عبد الله، العربية، تونس. حذر خبراء الصحة في رسالة نشروها بمجلة لانسيت الطبية من نتائج قرار بريطانيا رفع القيود المرتبطة بكورونا. اعتبر الخبراء القرار خطيرا ومتسرعا وغير منطقي وغير أخلاقي، وذلك مع وصول الإصابات في بريطانيا لنحو 50,000 يوميا. كما دعا الخبراء لإعادة النظر في القرار مرة أخرى واتخاذ العبرة من الدول التي خففت القيود ثم عانت لاحقا. وأخيرا التقط البريطانيون أنفاسهم بعد أن كانوا تحت رحمة الفيروس الذي تحكم في جميع مسارات حياتهم لقرابة العام ونصف، منعوا فيها من لقاء أصدقائهم وعائلاتهم وحرموا من عناق أحبتهم بقوة القانون، ولم يتبقى منزل إلا وبكى عزيزا راح ضحية الوباء، حتى ودعت بريطانيا 130 ألف شخص من شبابها وشيوخها. ولو عدنا بآلة الزمن إلى الوراء نقف عند اللحظة التي غيرت شكل بريطانيا وللأبد، تحديدا إلى يوم 16 من مارس عام 2020. الآن هو الوقت الذي يجب فيه على الجميع وقف أي تواصل اجتماعي غير ضروري، وعلى الناس بدء العمل من منازلهم قدر ما استطاعوا. ومن هذه اللحظة مرت بريطانيا بكل ما مر به العالم أجمع، ولكن حتى الآن ومع رفع جميع إجراءات الإغلاق العام كافة ووقف العمل بقانون مكافحة كورونا ومع تطعيم أكثر من 88% من السكان، ما زالت أعداد الإصابات الجديدة اليومية في ارتفاع متزايد، وما زالت الحكومة تدعو المواطنين لتوخي الحذر. دعوني أبدأ بقولي إنني كنت أتمنى لو أخبركم بأن هذا الوباء الذي نمر به انتهى، وكنت أتمنى أيضا أن أقول لكم إنه ابتداء من يوم الاثنين سنستطيع ببساطة أن نلقي بالحذر خلف ظهورنا. لكن الشارع البريطاني أرهقته تصريحات سياسيه، فانقسموا لفريق في غاية السعادة وآخر في غاية الخوف. أعتقد أنه من الجيد أنهم قاموا برفع الإجراءات كليا في المملكة المتحدة، لكن المشكلة الوحيدة تكمن في أنك إذا كنت قادما من دول القائمة الصفراء
فعليك أن تحجز فحص بي سي آر في بلدك، ثم عليك أيضاً أن تحجز فحصين لليوم الثاني والثامن، وهذا مكلف جداً. أنا قلق، أعتقد أنه بالطبع رفع كل الإجراءات كان قراراً مبكراً جداً. بإمكانك أن ترى أن الحالات بالفعل في ارتفاع كبير. من كل النسخ المتحورة من كورونا حول العالم، كان هناك نسخة خاصة ببريطانيا سميت بالمتحور البريطاني. على هذا السوء كانت الأوضاع هنا، وبهاجس العودة لهكذا أيام يعيش البريطانيون حياتهم. من لندن، أحمد العناني، العربية. قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية أنه لا يمكن استبعاد إعادة فرض حظر التجول للحد من انتشار كوفيد-19 إذا استمرت أعداد الإصابات بالارتفاع في فرنسا. أشار إلى أنه سيتم تجديد ضوابط السفر الجوية والبرية بعد تسجيل زيادة يومية للإصابات والتي تجاوزت 12,000 حالة. دعا شركات الطيران إلى التحقق من جوازات السفر الصحية وعدم التراخي في تطبيق ضوابط السفر، وأنه سيتم كذلك تجديد الضوابط البرية رغم صعوبة التدقيق بجميع المركبات. في مصر العيد يأتي هذا العام في ظل تبعات فيروس كورونا. الحدائق والمتنزهات ودور العرض تفتح أبوابها، فيما طالبت وزارة الصحة المصرية المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية لضمان عدم تفشي فيروس كورونا. هكذا بدت القاهرة قبل ساعات من أول أيام عيد الأضحى، زحام في الأسواق والمحال لشراء ملابس العيد، انتشار كبير لبائعي الأضاحي الذين ينتشرون في الشوارع بحثا عن الزبائن. الحاج رشدي جاء مثل كل عام لشراء أضحية العيد، ولكنه فوجئ هذا العام بارتفاع ملحوظ في أسعارها. هو كويسة بس غالية شوية. أنا دلوقتي جاي أشتري خروف ليته ب 4000 جنيه أو ب 4500. اللي عاوز عجل ب 30,000 عشان يذبح ويلاقي لحم، وفي ب 15 وفي ب 17، بس يعني حاجة ممتازة فوق ال 30 وأنت طالع. في منطقة وكالة البلح وسط القاهرة، مواطنون يصطحبون أطفالهم لشراء الملابس الجديدة. البائعون والمواطنون أكدوا أن الإقبال هذا العام شهد تحسنا ملحوظا في نسب البيع مقارنة بالعام الماضي. السنة اللي فاتت كانت أزمة شوية من نسبة عشان الكورونا، كان مفيش نزول. دلوقتي خفت الحمد رب العالمين، بقى في إقبال والناس بتنزل قدامك اهي. وزارة الداخلية أعلنت الاستنفار لتأمين البلاد خلال أيام العيد. وزارة الصحة ناشدت المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية تجنبا لانتشار فيروس كورونا. المواطنون اختلفت آراءهم حول كيفية قضائهم لعطلة العيد في ظل هذه الظروف. لا مستحيل اوديهم في حضانه الملاهي والحاجات دي عشان من الاختلاطات برضو، والاحتراس واجب. افضل ان يعني يبقى في تباعد برضو على قد ما نقدر، لكن الدنيا يعني بدات تحلو ان شاء الله خير. عدد من المتنزهات العامه وايضا حديقه الحيوان استعدت لاستقبال العيد بعد اغلاقها خلال الاعياد السابقه بسبب الجائحه. ايضا دور العرض السينمائي تراهن على عوده الجماهير من خلال طرح عدد من الافلام الجديده. الناس عايزة تعيش، ولازم نرجع للسينمات، ولازم نرجع لحياتنا، ولازم نتعايش، ولكن لازم نراعي فكرة الإجراءات الاحترازية، ولازم نكتسب ثقافة جديدة، ثقافة التباعد، ثقافة عدم الزحمة. وتبقى لأيام عيد الأضحى في مصر أجواؤها الخاصة، احتفالات ولهو وبهجة، مظاهر معتادة يراهن البعض أنها ستنجح في تحدي ارتفاع الأسعار وتبعات كورونا. أحمد عثمان، العربية، القاهرة. يمر عيد الأضحى المبارك على اللبنانيين بجيوب فارغة، غابت فرحة العيد بعد أن غابت أجواؤه. فاللبناني الذي كان يعمل على تأمين الحلويات والأضاحي وثياب العيد لأطفاله بات همه تأمين الطعام بالحد الأدنى والبحث عن حبة دواء تنقذه من مآسي بلده. حتى الطفولة في لبنان سرقت وأحلت الأشغال الشاقة محل الأعياد، أعياد كان ينتظرها اللبنانيون للاحتفال بها وللاسترزاق، باتت شوارع خالية ومحلات مقفلة وأخرى خجلت أن تقفل أبوابها أمام المارة الذين يكملون سيرهم من دون التوقف عندها. نحن هون بالسوق كنا نشتغل قبل 15-20 يوم للعيد ونحضر له، هلأ السنة محضرين وما عم نشوف زبون. هي أنا قاعد ما في شيء، جماعة عيد ما في شيء، سكر أحسن قاعد ببيتي أبشر. هلأ العيد عنا اليوم إيه لما يروح الفيزدين عنا النواب والوزراء والكال.
أضاحي العيد خف الطلب عليها بنسبة كبيرة، وانحصر التناعم بحسناتها للمغتربين أصحاب الدولار المفقود في لبنان. والله اختلفي صراحة عن سنة الماضي غير. هلا السنة بالمية يعني 40% 35 الدبح. ويعني في ناس مثلا اللي كان يضحي أربعة صار يضحي اثنين، اللي كان يضحي خروفين صار يضحي هلا خروف. ولأن الأعياد لا تكتمل من دون معمول العيد، يصر أصحاب محلات الحلويات على توفيرها وإن لقلة من الناس. ده الزينة كانت هديك السنة 20,000، هذه السنة صارت 120. كثير اختلف البيع بالنسبة لقبل، ما في بيع هلا، يعني ما في عالم، ما في حدا عم يشتري. وسط أسوأ أزمة اقتصادية يمر عيد الأضحى المبارك، فغابت أجواءه الفرحة وأحرم الأطفال من ثياب العيد. لا إحساس بفرحة العيد هذا العام بين اللبنانيين، جل اهتماماتهم البقاء أحياء في بلد يحاصرهم الموت فيه من كافة جوانبهم، وبات العيد فقط مناسبة للوقوف على أطلال الزمن الجميل. ناهد يوسف، العربية، بيروت. أجرت القيادة البحرية الروسية تدريبات في خليج فنلندا في ثاني أكبر تدريب واسع النطاق تجهيزاً للاستعراض البحري الضخم الذي سيقام في سان بيترسبورغ يوم الأحد المقبل، حيث استعرضت روسيا أحدث طائراتها وسفنها الحربية وغواصاتها. غطى الدخان الكثيف الناجم عن حرائق الغابات المستعرة مدينة ياكوتسك الروسية و50 بلدة ومستوطنة أخرى في سيبيريا، ما أجبر السلطات على تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المدينة وتوقيف جميع العمليات في المطار. بحسب مسؤولي الطوارئ فإن 187 حريقا اندلع في المنطقة، وكانت منطقة ساخايوكتيا شمال شرق سيبيريا هي الأكثر تضررا. كما نشرت وزارة الطوارئ الروسية طائرتين برمائيتين في ياكوتيا للمساعدة في التصدي للحرائق بمشاركة المئات في جهود مكافحتها. ما زالت ألمانيا تعاني من أسوأ كارثة تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية بسبب الفيضانات التي تضرب البلاد منذ أيام، وتظهر الصور الجديدة حجم الدمار الهائل الذي قضى على الأراضي الزراعية هناك. أعلن الجيش الإسرائيلي على صفحته الرسمية على تويتر أن نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي اعترض صاروخا أطلق من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، فيما سقط الصاروخ الثاني في منطقة مفتوحة داخل إسرائيل. أوضح الجيش الإسرائيلي أنه قام بالرد على إطلاق الصاروخين من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. قالت وسائل إعلام النظام السوري أن دفاعاته الجوية تصدت لغارات إسرائيلية في سماء منطقة سفيرة بريف حلب الجنوبي. مصادر العربية قالت أن منطقة سفيرة تضم معامل البحوث العلمية التي تربطها إسرائيل عادة بجهود تحسين دقة الصواريخ، ومعامل الدفاع الجوي وقواعد تابعة لقوات موالية لإيران. ما زال اختفاء الناشطة الحقوقية رزان زيتونة وزملائها الثلاثة يعتبر أحد أكبر ألغاز الحرب في سوريا حتى اليوم، فرغم التحقيقات الطويلة التي أجريت على مدار السنين الماضية من جهات مختلفة لم يأتي أي خبر يشفي العليل. شو هالحكي؟ شو شايف معك سيارة جيب؟
كرزان زيتونة كانت موجودة بدوما، يعني كان هون ما في سلطة غير لجيش الإسلام. احنا متأكدين، خلينا نقول انه الجهة اللي قامت بالاختطاف هي جيش الاسلام، وعندنا ادلة على انه كانت موجودة بسجونة وتحت اشرافهم المباشر. هذا الحكي لحديث بداية 2017. أهلا بكم من جديد. اتهمت وثيقة أوروبية تركيا من دون تسميتها بانتهاك قرار حظر الأسلحة إلى ليبيا. شددت الوثيقة على أن السلام المستدام في ليبيا يقتضي نزع السلاح ودمج المقاتلين في قوة الأمن. في غضون ذلك جدد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم المسار السياسي في ليبيا، والتزامه بمواصلة تدريب حرس الحدود ومهمة تنفيذ حظر الأسلحة التي يقودها أسطول إريني في عرض المتوسط. We do not comment on leaked. لا نعلق على معلومات مسربة، وعلى حد ما أعلم لا وجود لنقاشات حول مهمة عسكرية يقودها الاتحاد الأوروبي في ليبيا. الاتحاد الأوروبي ملتزم بمواصلة دعم الجهود التي تدعم إحلال السلام في ليبيا واستقرارها، بما في ذلك من خلال جهود تدريب حرس الحدود ومهمة الأسطول البحري الأوروبي في نطاق عملية إرني. كما جدد الاتحاد الأوروبي تمسكه بوجوب انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا. ليبيا على مفترق الطرق، وقد حان الوقت لكي تتركز الجهود كافة لدعم ليبيا في اتجاه التقدم الذي سجل في الميدان. من المهم متابعة الخطوات المقبلة في اتجاه تنظيم الانتخابات. الاتحاد الأوروبي يؤكد على أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حيث يتضمن انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من دون تأخير. أعلن وزير الري الإثيوبي اكتمال المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة عقب أيام فقط من تحذيرات الرئيس المصري من المساس بحصة مصر من مياه النيل. بينما تتلاقى أصوات العمال بأصوات الآلات والماكينات فرحة وابتهاجا، وزير الري الإثيوبي يعلن انتهاء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة، واصفاً الأمر بالإنجاز الذي سيمكن بلاده من توليد الطاقة من خلال توربينين. فرحة إثيوبية تكاد تصطدم شيئاً فشيئاً بخطوط مصرية حمر جدد التأكيد عليها الرئيس المصري قبل أياماً وسط آلاف المصريين. إن ممارسة الحكمة والجنوح للسلام لا يعني بأي شكل من الأشكال السماح بالمساس بمقدرات هذا الوطن، والذي لن نسمح لأي ما كان أن يقترب منه. تحذيرات مصرية تزامنت مع مخاوف سودانية، وسط تأكيدات لإدارة سد الرصيرس السوداني بوجود انخفاض بنسبة 50% من المياه الواردة من النيل الأزرق، وزيادة احتمالية تعرض السد للخطر بسبب تأخر المفاوضات مع الجانب الإثيوبي. ما لم يتم التنسيق تشغيل سد الرصيرس. وزير الري السوداني من جانبه أيضا أكد أن المعلومات التي قدمتها أديس أبابا بشأن الملء الثاني ليست ذات قيمة تذكر بالنسبة لبلاده، وأن التدابير التي اتخذتها الخرطوم
لن تخفف من التداعيات السلبية على التشغيل الآمن للسدود السودانية. سياسياً، جديد قضية السد هذه المرة جاء عبر السفارة الإسرائيلية في مصر التي أصدرت بياناً أكدت فيه أن ما يثار حول ضلوع إسرائيل في موضوع سد النهضة أمر عار عن الصحة ولا أساس له. خطوة جديدة إذن تكشف عنها أديس أبابا عبر الإعلان عن اكتمال عملية الملء الثاني للسد، وسط تزايد علامات الاستفهام حول ملامح الخطوات المقبلة ومستقبل عملية التفاوض وسياسة صبر استراتيجي يقول مراقبون إنها اقتربت من نهايتها. أسامة سرايا، العربية. يعاني التجار في محافظة حجة من حصار تفرضه ميليشيا الحوثي. إبراهيم تاجر سواك ومالك مزرعة كانت تلقى بضاعته رواجا كبيرا خلال أيام ذي الحجة، لكنها أصبحت بضاعة كاسدة. عبد المحسن الحربي. منذ أشهر طويلة لم يقم إبراهيم وأبناؤه باستخراج السواك من مزرعة الأراك الخاصة بهم، إلا أن أملهم في أن يبيعوا جزءاً يسيراً منها في أسواق مدينتهم البسيطة بسبب رواج السواك في الأشهر المقدسة كأيام ذي الحجة. احنا نبيعها في هذا الوقت في موسم الحج، في موسم الأشهر الأخير نبيعها في من أحسن من كل وقت في الموسم. والآن الآن علينا والله الآن في هذا الموسم والموسم الثاني متوقف، ما هو قلنا شنو بيه بسبب لأنه ما فيش معانا خط، ما فيش يعني منفذ. صنعاء، الحديدة، ومنفذ الوديعة أسواق وأماكن كانت تصلها بضاعة إبراهيم، لكن ذلك انتهى منذ أن أطبقت ميليشيات الحوثي حصارا تجاريا على المناطق المحررة في محافظة حجة. هذا الوقت علينا ما قدرناش نوصلها في أي محل، في هذا الوقت علينا احنا ضاريين يوم قدام الحرب وقدام هذا المشاكل، يعني نوصلها صنعاء، نوصلها الجانب السعودي المديني، نوصلها الرياض، نوصلها كل منطقة. الآن علينا في هذا الوقت ما قدرناش يعني من أثناء الحرب ما قدرناش أن نوصلها أي محل. لم تتوقف الميليشيات عند منع دخول بضاعة إبراهيم فقط، بل دمرت خزان مياه كان يعتمد عليه في تغذية مزرعته ونموها بشكل مستمر، ما جعله يعتمد على مياه الأمطار فقط. عقاب جماعي تفرضه ميليشيا الحوثي على كل العاملين في محافظة حجة وتحديدا في المناطق المحررة، إذ أنهم لا يستطيعون تصدير بضائعهم أيا كانت إلى مناطق أخرى بسبب الحصار التجاري المفروض على محافظة حجة. عبد المحسن الحربي، لقناتي العربية والحدث، حيران. يستقبل الأردنيون عيد الأضحى هذا العام بأجواء تختلف عن العيد الماضي، والذي حالت ظروف الحالة الوبائية عن إحياء طقوسه بسبب الحظر. ورغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إلا أن الأسعار في الأسواق فتحت باب التجهيزات والاستعداد أمام الأردنيين للاحتفال بالعيد. لعيد الأضحى طقوسه الخاصة تبدأ قبل بدايته بأيام. هنا أول شعائر العيد يستعد لها الآلاف من المواطنين، يشترون الأضاحي بفرحة ربما اكتملت عند البعض، وآخرون حالة أسعار الأضاحي دون اكتمال فرحتهم.
مثل الأسعار هاي أول مرة بنشوف بس الشكل هذا، يعني شو السبب ما بتعرف. أنا شايف في خير إن شاء الله زي تقريبا كل سنة، هاي الأسعار تقريبا يعني زي الأسعار السنة الماضية. غياب الشمس لا يعني انتهاء تجهيزات استقبال العيد، فما تزال هناك ساعات طويلة قبل الحظر فيها الأسواق تتزين بكل ما هو جديد. يعيشون الفرحة بكل تفاصيلها، وما بين أسواق مكتظة بالناس أطفال قدموا من تركيا وجدوا في هذه الأجواء ما ينقصهم، خاصة وأن لا حظر يلوح بالأجواء. العيد الأضحى هون حلوة من التركية، هون يعني بيعيشوا العيد تماما، يعني في ناس بالأسواق وعم تتسوق، والأسعار الحمد لله مناسبة ومتناول جميع الناس. مشان السنة هذيك يعني كانت حظر، السنة هاي حسينا بأجواء عيد مختلفة، نزلنا هيك مبسوطين مع العيلة وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير. ومع خسارات كبيرة تحملها التجار بإغلاقات صادفت عيد الأضحى الماضي، تميز هذا العيد برضا الجميع، فلا أسعار مرتفعة ترهق جيوب المواطنين، ولا عزوف عن الشراء يكبد التجار أي خسارة. سهى جميل، العربية، عمان.